أمامكم، شاط الكرة جول، القاضي أمامكم، القاضي أمامكم، القاضي أمامكم، أي قذيفة جاءت، أي قذيفة جاءت يا باتشيكو. أهلاً أهلاً. ازيك يا نجم؟ ازيك صحتك؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ مبروك حبيبي يا كابتن، الله يبارك فيك. اول امبارح ولا امبارح كان عندنا قضيه صغيره كده. من اول لاعب في التاريخ اجيب جولين في يومين ورا بعض. اه ده ما حصلتش امبارح والنهارده. منور يا كابتن، ربنا يخليك. ان شاء الله تبقى سهره جميله كده. احنا مبسوطين جدا ان انت منورنا ومشرفنا حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك. ان شاء الله توكل على الله. توكل على الله. حلقه جميله ان شاء الله معانا النهارده محمد مجدي قفشه. اولا شكرا للزميل العزيز فيصل زيدان وتقاريره الممتعه كالعاده. اولا مقرر يعني ببقى سعيد جدا وهو معايا، مش لحاجه. اولا لطيبته، هو طيب طيابه غير عاديه، ابن الريف ابن البلد الجدع الاصيل فلاح. زي ما هو بعبله كده بحياته كده بطبيعته كده باسرته هو بيحب كده. اتنين لموهبته، لانه الحقيقه ما في مره النادي الاهلي احتاجه في موقعه صعبه الا وكان موجود فيها. ثلاثة باهدافه الحاسمه القاسيه القاتله القاضيه. أربعة بأدائه، خمسة باحترامه، وأفضل أعدلك من واحد لحد ألف لأنه الناس كلها بتحبه. حتى في ميزة، لما بيغلط بيقول لك أنا آسف أنا أخطأت، ويعتذر ويعود سريعا، وده شيء بيبقى نادر الحدوث في الايام دي. النقطه اللي ممكن اختم بيها انه انتمائه للنادي الاهلي، رغم انه ما ترباش في ناشئ النادي الاهلي، لكن انتمائه للنادي الاهلي مش طبيعي مش عادي. تجديد بيجدد من غير ما يبص على الارقام، من غير ما يبص على السنين. عمل ارتباط بجمهور النادي الاهلي ملوش حدود، وعلى فكره معظم لعيبه النادي الاهلي كده، لكنه هو ارتباطه بقى يظل ابد الابد. هيبقى في عندنا تقريبا 100 قفشه، لانه الاحفاد والاحفاد واحفاد الاحفاد هيتسموا القفشه وهيبقوا يفتكروا القضيه. تعالوا نرحب مع بعض باللي منورنا النهارده ومشرفنا، وده مسك الختام لاحتفال اسبوع القضيه، نجم محمد مجدي قفشه. مساء الفل يا قفشه. كابتن مساء الفل على حضرتك، يعني كلام حضرتك ده كبير جدا عليا، وانا فعلا يعني النهارده مبسوط جدا ان انا طالع مع حضرتك. يمكن دي اول مره ابقى طالع في حلقه وابقى مبسوط بجد، وانا جاي مبسوط يعني عايز اطلع، عايز اول مره في حياتي ابقى طالع حلقه فعلا وابقى مبسوط بجد. فبشكر حضرتك على الكلام الجميل ده يا كابتن. احنا اللي بنشكرك انك لبيت الدعوه، وانت دايما بتنور. ربنا يخليك. ودايما حلقاتنا بتبقى جميله من فضل الله، رب ان شاء الله تستمر الحلقات في الجمال. لكنه اكيد مبسوط كمان، انت كنت متخيل ان الناس تحتفل بالقضيه الاحتفال ده بالشكل ده يا قفشه، ولا السنه دي الاحتفال شويه اوفر؟ لا والله يا كابتن، هي كل ما الوقت بيبعد يعني. أيوة. كل ما الايام بتعدي كل ما الاحتفال بيبقى احلى. والله اه والله. بس انا النهارده يعني عملت حاجه كده، وانا قاعد في البيت طول اليوم، احنا بنتمرن الساعه 11، فروحت البيت نمت ساعه كده، وبعد كده صحيت قاعد في البيت. انا تقريبا شفت كل الفيسبوك من تليفون مراتي، وشفت كل اليوتيوب، شفت كل كلام الناس، شفت الناس بتقول ايه، شفت كل الفيديوهات. فانا انا حاسس ان النهارده يوم عيد ميلادي، يعني النهارده عيد ميلادي، مش والله. يعني عيد ميلادي اللي انا اصلا اتولدت فيه الاحتفال ما بيبقاش فيه زي كده فعلا. فانا عشان كده جاي مبسوط، وجاي حابب ان انا ابقى موجود، وجاي حابب ان انا ابقى مع حضرتك واتكلم مع الناس واكلم جماهير النادي الاهلي، عشان حاسس ان هم مبسوطين وعايزين يشوفوني. فعشان كده حبيت ان انا اطلع، وحابب ان انا ابقى مبسوط وابسطهم يعني معايا. حلو ان انت مبسوط، ويا رب دايما مبسوط وفرحان. يوم عيد ميلادك يعني بتشبه اليوم ده، الهدف ده، الانتصار ده بعيد ميلاد قفشه. والله يا كابتن زي ما بقول لحضرتك، انا تقريبا بقيت احتفل باليوم ده اكتر من يوم عيد ميلادي والله. يعني انا عيد ميلادي اللي فات ما احتفلتش بيه، لان احنا كان عندنا ماتش السوبر في كاس مصر في الزمالك اللي هو بتاع السعوديه. نعم. فانا عيد ميلادي 6/3، الماتش كان 8/3. صح، ما تنفعش الماتش اللي كسبنا فيه 2-0 ده، اللي انا جبت فيه جون برضه. انت جبت جون وعملت جون. فما احتفلتش عشان فشوف النهارده حتى لو انا ما احتفلتش مصر كلها بتحتفل. مصر كلها بتحتفل. فدي حاجه كبيره طبعا. بتبقى مشاعرك ايه وانت شايف الناس كلها بتتكلم على الهدف ده، وانت بتقول كل ما بتقدم كل ما بتحلو؟ يعني بتبقى حاسس بايه؟ في ناس يعني انا مثلا ليه لعبة معينة مثلا في ماتش الجزائر افضل اجيبها واعيدها وازيد فيها، برغم التصوير ما كانش كويس قوي، لكنه بحس انه كنت جزء من تأهل مصر لكاس عالم.
حسام حسن اجيب اكيد مثلا بيجيب مصر في الجزائر والتاهل لكاس العالم وغيرهم كتير. انت وانت بس بقى الناس ما بتتكلمش علينا زي ما بتتكلم على مجدي قفشه بالشكل ده. يعني قول لي بتبقى مشاعرك ايه وانت نازل في البلد بتعمل ايه؟ انت احكي لي شويه. لا بصراحه كابتن يعني هي كرم كبير من ربنا. يعني كرم كبير قوي بصراحه ان ربنا سبحانه وتعالى يختارنا انا في الحته دي. فدي حاجه كبيره جدا. يعني كنت شفت السلاوي وهو مع حضرتك وقال ان الجون بتاعه اتظلم شويه بسبب جوني. لكن انا بقول له لا، الجون بتاعك ما اتظلمش، انت جبت جون مهم جدا وجون هيتذكر في التاريخ طبعا، وانت نجم كبير وانا على بحبه على المستوى الشخصي يعني. لكن هي فعلا حاجه كبيره جدا، وانا كل يوم وكل ثانيه بسمع صوت الناس وهي بتقول لي الهدف ده. انا بصراحه بحمد ربنا دايما يعني، عشان دي انا شايفها نعمه كبيره جدا. صح، محدش هيحس بيها ولا حد هيبقى عارف غير انا يعني. انا اكتر واحد احس بالحاجات دي. انت اكتر واحد. القضيه ممكن هو على فكره عصام الشاولي الاول قال علي معلول، هو ولدنا علي معلول، حتى كمل بعد كده هو ولدنا قفشه. كملها على اساس القصه تمشي. هل كلمه القضيه ممكن، هل تعليق عصام شوالي على اللعبه اداها جمال اكبر يا قفشه؟ طبعا يا كابتن طبعا. طبعا هو معلق كبير وانا بحترمه جدا وبحبه على المستوى الشخصي. كلمته؟ بصراحه هو تواصل معايا، انا تواصلت معاه. كان يوم فرحي كمان، هو كلمني وانا كلمته وبارك لي. بصراحه هو من الناس المحترمه وانا بحبه جدا يعني من قبل ما من قبل الجون ده وانا بحبه جدا، بحب اسمعه لان هو معلق كبير بصراحه. يعني هو خلى كل حاجه بقت حلوه، هو خلد الهدف بالظبط كده. يعني هو اصلا كان مبدع في المباراه. انا اتفرجت على الماتش كله تقريبا كذا مره يعني. فلا هو يعني من اول دقيقه لحد اخر دقيقه هو بيطلع كلام حلو، هو بيقول كلام حلو، هو بيبدع فيه. فهو بصراحه من الناس اللي لما تسمعه في ماتش ما تزهقش منه يعني. تحب انك تسمعه يعني. فتعبير القضيه ممكن ودى الجون في حته ثانيه. طبعا دي حاجه كبيره جدا. ودى قفشه كمان في حته ثانيه بالظبط، لانه ده مهم يعني. طبعا. طيب دي الكرة بتاعت المباراة، احكي لنا كده اسرارها، لان احنا غلبنا لحد ما جبناها يا حماد. ما حدش كان يعرف مكانها غيري. الكرة دي بعد الماتش انا تاني يوم خدتها. تاني يوم؟ تاني يوم الماتش. انت لقيتها في النادي؟ لا، هو انا لما رحت النادي كابتن سيد وافق ان هو سيد عبد الحفيظ. طبعا ادهاني والفرقه كلها مضت عليها. طب ايه اللي اكد لك ان انتوا بتلعبوا ب 10 كور؟ ايه اللي اكد لك ان دي بتاعت الهدف؟ لا، ما هي دي، ما هم 10 كور بتوع الماتش. هو عم حارس وعم ميك عرفتهم، هم جابوها لي. جابوا لك بتاعت الهدف نفسه. اللي هي دي. حلو. فاخدتها فمضيت الفرقه كلها عليها، وعندي في الدولاب في البلد، في شقتي في البلد، ما حدش بيشوفها ولا بتطلع بره اصلا. وليد سليمان، رامي ربيعه، علي لطفي، موسيماني، الفرقه كلها، سامي قمصان، عمرو السليه، اسماء كثيره، علي معلول، حمدي فتحي، القضيه ممكن، عمرو محب، ترجم الجميل، في اسماء كثيره. لا، في ناس كتير. وكل الجهاز الفني الاجنبي، واحد كاتب لك قفشه وكاتب لك رقمك، وفي امضاءات انا مش في حاجات كتير. في حاجات كتير. تعالى نسترجع الهدف، ايه رايك؟ يا مع جمهور النادي الاهلي، يعني كل الناس دلوقتي قاعده مستنيه. الاول انت لعبتها من ساعه الاوت بتاعت علي معلول ولا من ساعه الرده من؟ لا، انا ما لمستهاش خالص غير لما ردت. لا لا، لعبتها في دماغك. تلعب معاها. تعالى تعالى هنا يعني، تعالى ممكن ترجع بيومي الاول، ممكن قبل ما تجيبها جون تاني، ممكن. ايوه هنا. خليك معايا هنا. ماشي يا كابتن. فين قفشه هنا؟ انت 19 اهو. انا لو جبتها من الاول كمان هتلاقيني مش باين في الكادر خالص. بس اهو ظهرت. يلا. يعني هي الكوره دي اتلعبت مع علي اصلا. انا اصلا رايح العب مع السلاي لان الماتش في الاخر. بس حتى حمدي موجود احنا الثلاثه. بص انا رايح له. انت عايز تلعب معاه. فهو خد قرار انه يلعب الكوره لمروان. مروان محسن. فبص انا رايح فين. انا خلاص قوي. انا بعيد. فانا خدت قرار ان الكوره الثانيه بقى. بص انا مش باين دلوقتي. مظبوط. كل ده انا مش باين. بس فحتى دلوقتي ظهرت. خدت الكرة هنا وخدت هنا. خلينا ناخد اشرف بن شرقي مثلا، كنت عايز تعمل فاول ولا حاجه؟ لا ولا؟ هو مش شايفني. هو مش شايفك. انا اول هو مش شايفني، فعشان كده اتحركت وراه. حلو. فانا اول خدت القرار على طول يعني. كويس ان طارق ما لحقنيش. طارق حامد. طارق بيجري. طارق اللي بيجري ده. اللي هو ورا ده، لان ده طارق لو لحقني كان ممكن يعمل فاول او يضايقني. طارق عنيف شويه. فانا لما خدت القرار بقى على طول استلام وشوت على طول يعني. هنا كان قرارك على طول بالتسديد يا قفشه؟ احنا كده وصلنا لحوالي، احنا على بعد 24 25 يارده تقريبا، والفولي بتاع. هل عينك جابت ابو جبل؟ لا لا خالص. لا، ما بصيتش على الجون اصلا، انا استلمت وشوت واخد قرار. واخد قرار. لو بصيت عليه مش هيبقى فيه الوقت اللي انا الحق ابص.
هي انا كده كده شايف اللي انا فين في الملعب بالظبط، شايف فالاستلام ولازم على طول. بس هي بقى توفيق ربنا ان هي تروح في الحته دي لكن هي فيها مهاره وفيها كنترول وفيها فيها كل حاجه كتير. فيها قوه وفيها كل حاجه وفيها توفيق كبير طبعا، طبعا من ربنا، كل توفيق من عند الله. فالحمد لله يعني. قول لي بقى مشاعرك الكام ثانيه، هي عدت كام ثانيه على ما وصلت للمرمى يعني، وانت باصص عليها كنت بتعمل ايه؟ قول لي مشاعرك، كنت بتفكر ازاي؟ بص يا كابتن، في عاده في الجون ده، بص حضرتك العاده دي لو رجعت تاني هرجعها لك، هرجعها وانا حالك. وانا اصلا والكره رايحه في الطريق انا رحت بتجري احتفل. ايوه انا صح، رحت احتفل لان انا شايفها بعد والله. ما شفت الكره رايحه فين. هي كانت رايحه كده عامله كرباج اللي هي تطلع وتنزل، هي باينه. فانت جريت، بس انت العاده دي فيك احيانا ساعات بتجري تحتفل حتى قبل ما حتى تدخل، لو جت في العرض او مره في بينالتي او حاجه زي كده يعني بتبقى وزعلت. بس هنا واضح انك كنت يعني كان عندك يقين بالله انها الحمد لله يعني. انا وهي في ايوه دي يا كابتن. بص حضرتك، اول ما انا شطت على طول هتلاقيني كان في لعيب حتى مداريني، لكن انا اول ما شطت هتلاقيني حضرتك جريت على طول. لا خليه يمشيها بسرعه. بص يا كابتن على طول، بص انا بجري بقى اهو. بص بص ده انت كابتن. بتجري وهي في الهواء. انا جري. اول مره ناخد بالنا على فكره. لا عشان انا كنت انا اللي شايد، فانا اكتر واحد اشوفها يعني، فجريت على طول. فالحمد لله يعني. دخلت اوضه اللبس، ايه اللي حصل؟ بس دي لحظة تاريخية يعني، لازم نقعد نفنطها كلها من اولها لاخرها. لا هو كان في جنان في اوضه اللبس. جنان. لا ده كان في فرحة رهيبة، لان احنا بين الشتين اصلا كان في حاجات كتير حصلت وبتاع. احكي لي. فزعيق وكلام وقصص. شناوي. لا كتير. الشناوي اتكلم، السوليه اتكلم، سعد سمير جالي كان عايز يضربني. لا ليه؟ اللي هو سعد لما جالي في يعني، سعد من الناس اللي انا بحبهم جدا طبعا من زمان يعني، هو قريب مني لحد دلوقتي دايما بتواصل معاه يعني. هو لما جالي بين الشوطين احنا يعني كنا كويسين في الاول، لكن مش افضل حاجه مش افضل يعني. حاجه. هو كلمني جون بدري وكده، جالي وبتاع، خدني كده بيني وبينه وفضل يعنف فيا وبتاع. قال لي انت لو بقيت كويس احنا هنكسب، لو انت ما بقيتش كويس احنا مش هنكسب الماتش ده، لازم يبقى عندك مردود اكتر من كده وتتعب وتساعدنا شويه عشان نكسب. قلت له حاضر. بس فالحمد لله ربنا استجبت لسعد. لا طبعا انا بحب اسمع يعني، طالما اي حد اكبر مني او اصغر مني هيديني نصيحه كويسه ليا لا اسمعها طبعا. مين كان اعلى صوت ما بين الشوطين في اوضه اللبس؟ الشناوي دايما. الشناوي. الشناوي دايما بين الشوطين صوته بيبقى اعلى واحد يعني، هو دايما كابتن بيحب بيحب دايما يتكلم، بيحب دايما لو حس ان الفرقه مثلا مش في احسن حالاتها يعلي الصوت شويه، بحيث ان لو حد مش مركز ياخد باله بالظبط. بس فهو دايما يعني بيتكلم الناس في الحته دي. حلو قوي. مين كان اكتر كله 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 اكيد كان طاير من الفرحه، لكن اللي انت حسيت ان عنده فرحه يعني مش طبيعيه؟ لا الفرقه كلها والله. كابتن سيد. كابتن سيد عبد الحفيظ. لا كابتن سيد مش طبيعي. كابتن سيد عمل سبرنت من على الدكه لحد الجون. ودخلنا بقى اوضه اللبس. كابتن سيد اصلا يعني بيفرح بطريقه رهيبه. سيد طبعا. لا لا كابتن سيد مجنون اهلي. طبعا. وبيحب الاهلي موت. فكان طبعا. هو لا بص احنا جوه بقى فضلنا رقص قعدنا كده بتاع ساعه مثلا كده. يا كابتن كل الفرقه كلها مع العمال. بص كابتن سيد داخل واللعيبه كلها وموسيماني دخل وكلنا واتبسطنا. بعد كده رحت واخد نفسي بقى وطاير على العربيه. طرت على العربيه. على البلد على طول. من العربيه على البلد. على عمل لك احتفال عظمه العظمه. ده يعني من احسن ايام حياتي يعني تقريبا. يعني تقريبا الوقت ده كان احسن من فرحي كمان. يعني انا لما والله رحت العظيم. لا لما رحت البلد انا اتفاجئت بصراحه. الناس اللي عامله ده من نفسها. لا انا مش مرتب حاجه ولا عامل حاجه وحد يعرف ان انا هجيب جون وحد يعرف يعني يكسب. فانا اتفاجئت اصلا. ركبت العربيه ورحت البلد، انا اتفاجئت حتى الناس مش مستنيين عند البيت، لان الناس جايه لي في البلد ما قابلينك في المدخل الطريق وبتاع. انت رحت كومبرا؟ في كومبرا. فلما رحت وبتاع جبت العربيه لقيت بقى ابويا وعمي جمال اللي هو عمي جمال الكبير يعني وابويا اللي بعدين، فلقيتهم جايين والبلد كلها جايه وراهم. فانا نزلت بقى رحت واخدهم بالحضن. الناس فضلت شايلاني بصراحه. يعني دي حاجه اللي انا ما بنساهاش لاصحابي ولا ولا لاهل بلدي. في ناس، في واحد صاحبي فضل شايلني من اول ما دخلت البلد لحد البيت. ده لسه في المستشفى بتعالج عيني لحد دلوقتي بقى. لا لا مش ده. كتفه اتخدلت. لا لا كويس الحمد لله، كان لسه بيكلمني النهارده. طيب تمام. فلا فدي حاجه كبيره جدا ان هو كمان يشني المسافه دي كلها. طبعا. دي حاجه فاكرها له. الفرحه. طبعا. لا كابتن انا والله ما كنت مصدق ولا كنت اعرف ان ده هيحصل. ايوه. فدي كانت فرحه كبيره جدا يعني. انا يوم فرحي ما كانش جد. كنت طاير من الفرح يوم فرحك، جينا لك الفرح والناس كلها كانت فرحانه. الحمد لله. لان انت بني ادم طيب. تعال نرجع شويه بالذاكره يعني، لان احنا هنروح ونيجي على القضيه كتير يعني، لكن تعال نرجع شويه وقصه قفشه مع النادي الاهلي، لانها قصه مهمه جدا. وانت اللاعب الوحيد، رغم ان العلاقه يعني ما بين بيراميدز والاهلي شويه كده بتروح وتيجي،
لكن انت اللعيب الوحيد اللي عدت بسلاسه وبهدوء ويسر. يعني احكي لي قصه قفشه من البدايه، انت حكيتها قبل كده بس الناس تحب تسمع تاني، تحب تستمتع تاني، لانه اكيد بتفتكر حاجات يمكن طبعا ما كنتش قلتها. دايما بفتكر كل حاجه كابتن من البدايه يعني. نعم. دايما حتى من وانا قبل ما العب كوره وانا صغير. يعني انا اصلا بدايتي كلها كنت عادي بلعب في مركز الشباب وبتاع وفي الشارع مع اصحابي وفي المدرسه. كان في اختبارات جنبينا في البراجيل كان عاملها كابتن فتحي عماشه تبع نادي النيل اللي هو المفروض تبع انبي وكده، فانا اختبرت الحمد لله ورحت نجحت، قعدت في نادي النيل حوالي شهر مثلا. كويس. بعد كده الكابتن عماشه وداني نادي انبي، تبقى اتمرن مع الكابتن فتحي عماشه والكابتن عماد جابر. كانت دي بدايتي. كانت دي اول بدايه. عماد جابر رئيس القطاع دلوقتي. كابتن عماد جابر دلوقتي. لا كابتن عماد حبيبي يعني هو يعني. نعم. فرحت بقى هناك وكده، الكابتن امام محمدين شافني. هو من اول ما شافني بقى هو عينه فظيعه. هو اول ما شافني خلاص قال لهم لا ده 2000 كذا 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 في الفريق الاول. نعم. فالحمد لله ربنا كرمني في انبي يعني، من النادي اللي ليه فضل عليا. تربيه، احترام، ماديا، لبس، كل حاجه حلوه بصراحه شفتها في النادي. ناس محترمه على اعلى مستوى في انبي. لا كابتن الدنيا. نعم. هناك مختلفه وطريقه ومعاملات وكل حاجه حلوه هناك بصراحه. جميل. انا ما فيش حد يعني، مش عايز اقول اسامي لان هم كتير قوي اتعاملوا معايا. طبعا. مش عايز انسى حد، لكن انا اتعلمت حاجات في النادي ده كتير قوي. ودي من الحاجات اللي خلتني دايما حتى وانا في انبي كنت دايما بقول انا بشجع انبي. عمر ما طلعت في يوم من الايام قلت انا بشجع فريق كذا او كذا. بشجع انبي دايما. لان ده اكل عيشي وده شغلي. أيوه. ودي الفرقه. نعم. اللي انا بحب، انا عندي انتماء، لكن ما ينفعش اقول وانا بلعب في نادي انبي. لان ده نادي انبي اللي بياكلني عيش، ده نادي انبي اللي بيصرف عليا. الحمد لله ربنا كرمني. بعد كده لعبت منتخبات. كابتن ايهاب جلال طبعا الله يرحمه، يعني واحد من الناس اللي انا ايهاب يعني جلال. طبعا ده. نعم. ده واحد من الناس اللي انا يعني ربنا يرحمه. انا زعلت عليه جدا. كان من اطيب الناس في الدنيا وراجل محترم جدا يا كابتن. ربنا يرحمه يا رب. فلعبت معاه، هو فرق معايا جدا فريق اول. في انبي. نعم. بس انا كام سنه قفشه؟ لا انا اصلا لعبت يا كابتن وانا عندي 15 سنه و9 شهور. يا نهار ابيض. في انبي اول واحد لعبني الكابتن محمد حلمي. محمد حلمي. محمد حلمي عينه برضه هايله الحقيقه. بعد كده. نعم. السنه اللي بعديها طلعت اعاره، رحت الرجاء. رجاء مطروح مع الحاج سعد. الحاج سعد صندوق طبعا. لعبت 6 شهور. دول اللي فرقوا معايا انا شخصيا اللي انا اطلع بقى العب بقى. يا سلام. لان رحت لعبت خلاص، لعبت الماتشات كلها. مشيت كويس. لعبه رجلك في الملعب. رجعت انبي الحمد لله بقى ما قعدتش تاني. اتمرنت مع كابتن هاني رمزي وكابتن طارق العشري وكابتن ايهاب جلال الله يرحمه. وكابتن خالد متولي وكابتن طارق عبد الله. لا اتمرنت مع ناس كتير جدا. حلو. فالدنيا مشيت كويسه وساعتها جالي بيراميدز بقى. بيراميدز. بعد ما الدنيا مشيت كان جاي لي الاهلي اصلا. الاول الاهلي. الاهلي الاول كان. كابتن سيد حفيظ في ماتش للاهلي في بطرسبورت، وانا الموقف ده مش هنساه للكابتن سيد مدى حياتي. احكي لي. انا كنت صغير جدا، هم بيلعبوا في ملعب بطرسبورت ده ملعبنا. نعم. وانا في انبي يعني، فانا قابلته واتكلمت. الاهلي فريق اول. كويس. كنت انا في انبي بس كان عندهم ماتش في الدوري واحنا بنتمرن الصبح، فانا قابلت الكابتن سيد. كان عندهم ماتش تقريبا من الساعه 5 6. قابلته قال لي شد حيلك، انت مكانك وشخصيتك تلعبك في نادي الاهلي. ما قالكش شافك فين؟ ما قال... لا لا خالص. هو قال لي انت شد حيلك وان شاء الله تبقى موجود. سيد عبد الحفيظ. اول واحد جاب لك سيره النادي الاهلي. طبعا كان حلو. سيد. فالمهم ربنا كرمني وكده، بعدها بسنه سنتين لقيت الاهلي بيكلمني وكده. كان ساعتها الماديات مش احسن حاجه، فلوس في النادي كتير يعني. نعم. الفتره دي في النادي الاهلي. في النادي الاهلي. فانبي كان طالب رقم يعني، لان. نعم. انا كنت لسه صغير 22 سنه او 21 سنه. فانبي برضو انت عارف حضرتك من النادي اللي دايما بيطلع الناشئين عشان عايز فلوس استثمار، وده حقه يعني. فما حصلش نصيبي اللي انا رحت. لا نقف هنا، نقف هنا. الاهلي كلمك وسيد عبد الحفيظ اتكلم عليك بالشكل ده وانت حابب النادي الاهلي، حابب تروح النادي الاهلي وباين قوي. ما نجحتش مفاوضات الاهلي، عملت ايه؟ ما هي ما نجحتش عشان كانت الظروف صعبه جدا. ما عشان الظروف مش عشان اي حاجه. بالظبط. فانا ساعتها بيراميدز اتعمل. فمستشار تركي الشيخ خلى حد يكلمني. وقالوا لي احنا عايزينك في بيراميدز وكده. قلت لهم ما عنديش مشكله، بس انا اهم حاجه مشكلتي عندي في النادي، عندي في انبي. فهم راحوا جايين انبي ودفعوا الفلوس وانا رحت. فسنه بالظبط ورحت لقيت الاهلي بقى وكده. فانا كلمت حد في ناس في الاهلي. انت اللي اتكلمت. ما انا كان في حاجات في النادي كده في بيراميدز يعني حكيتها كذا مره كانت بتحصل معايا. مش غريبه لكن في الكوره بتحصل. لكن بس كانت غريبه عليا بالنسبه لي، لكن كانت اول مره يعني. فساعتها كلمت كابتن محمد فضل. كان هو ساعتها مسؤول في النادي. انت اللي كلمت. قلت له يا كابتن لو الاهلي لسه عايزنا انا ممكن أجي. انا في اي وقت هاجي نادي الاهلي. فاتكلمت معاه بصراحه وساعتها بقى في مدرب جه بيراميدز. مستر صبر.
كان عايزني كان هو طالب ابراهيم حسن من الزمالك وعايزني انا اروح الزمالك والكلام ده. حصل ان الزمالك كلموك بقى؟ لا ما حدش كلمني. ما كلمكش؟ لا كلمش. هو اللي كان عايز كده. فانا قلت له لا عايز اعمل صفقه تبادليه. فانا قلت له لا انا مش هعمل صفقه تبادليه، انا طريق نادي الاهلي. فقال لي لا انا عايزك تروح الزمالك عشان عايز كذا كذا. قلت له لا انا مش هلعب اللي انت عايزه، انا هلعب اللي انا عايزه. صحيح. فانا اخترت الاهلي. ساعتها راحوا مقيدين لعيبه افريقيا وراحوا معسكر وانا ما روحتش كمان. ما تأيدتش وفضلت اتمرن حوالي 3 4 ايام بس كنت كدا. رحت الاهلي بقى خلاص؟ لا كنت لسه في بيراميدز. في بيراميدز هم ما يدونيش عشان انا ما وافقتش اروح الزمالك عشان هو يعمل صفقه. انت في بيراميدز اللي ما يدكش، انا متاسف انا بحسب الاهلي اسف. فبيراميدز ما يدونيش وكده وراحوا معسكر فما خدونيش. فقلت لهم ما فيش مشكله انت صاحب القرار وبراحتك يعني. فقعدت بس قفلت بينك وبين دي صبر بقى خلاص. بالظبط كده. فروحت قاعد في النادي اتمرنت حوالي 5 ايام تقريبا. بتتمرن؟ بس بتمرن معيش حد. لوحدك؟ رحت هناك لقيت ابو جبل ومحمد اللي هم العمال بتوع الفرقه. كل احترام ليهم طبعا. كنت بتمرن معاهم حوالي 3 4 ايام بس. كويس. بعد كده كابتن حسام البدري بصراحه وكابتن احمد حسن ساعدوني، كانوا ماسكين الاداره ساعتها في ساعتها في بيراميدز. ساعدوني وساعتها الحمد لله خلصت كل حاجه والدنيا مشيت حلوه وحد اخر لحظه في يوم في التأييد رحت انا رايح الاهلي. اخر يوم في التأييد؟ انا رحت اخر كان اخرنا الساعه 12 انا رحت 11. بتهزر؟ انا كنت قعدت في جراج الاوبرا حوالي الساعه 8، قعدت من 8 ل 12 هناك مستني عشان يقول لك تعالى عشان مستني امير توفيق. والله العظيم. والله عشان امير قعدني في البرد بقى وتعبني قلت له ماشي. بس ده كان احلى. لا ده احلى حاجه في الدنيا حاجه تحصل لك. انا ما رضيتش اقول لابويا وامي اللي انا مضيت في الاهلي ولا رحت الاهلي غير لما مضيت بايدي. لا احكي لي احكي لي. طب وقعت ودخلت مع امير وقعت؟ بس انت عارف كابتن في مصر الدنيا في برافو عليك بيقولوا على راح وما راحش ومش عارف ايه. برافو عليك. فانا دايما مش هي مشيت في السر خالص. بالظبط. انا دايما من الناس. بالظبط. انا دايما من الناس مش بقتنع غير لما بشوف بعيني او اسمع بودني الحاجات دي يعني. فانا قلت لابويا وامي مالكوش دعوه بحد ولا اعلام ولا السوشيال ميديا غير لما انا اكلمكم واقول لكم. فانا الساعه 11 ونص 12 الا ربع كده دخلت النادي الاهلي بعد ما قعدت في العربيه انا واصحابي وبتاع. ولما مضيت اول ما مضيت رحت معرفهم في البلد اللي انا خلاص رسمي في الاهلي. كلمت مين الاول؟ كلمت ابويا. ابويا وامي على طول. هم على طول مع بعض. مع بعض يعني. هم على طول دايما ابويا بيكلمني وامي. هم دايما على فكره هم على طول دايما هم اللي بيكلموني. والله. يعني انا دايما انا متعود على كده. ابويا وامي دايما اللي بيرنوا عليا. والله العظيم. والله يعني. لو عندي تمرين الصبح الاقي ابويا صاحي من الصبح يكلمني عشان هو طبعا. بجد؟ والله. لحد دلوقتي انا ابويا وامي هم اللي بيكلموني. بيجي معاك النادي ولا ما بيجيش الحاجة؟ لا ابويا جه مرتين تقريبا او مره. بس زمان. اخويا ممكن يجوا الماتشات. منورنا هنا. هنا معانا. ابويا ممكن يجي ماتشات. دلوقتي بقى يجوا عايزين يجوا على طول. سمعت زغروته بقى ساعه ما قلت لها انا وقعت في الاهلي؟ لا ده صواريخ بقى. لا والله. والله انا رحت البلد يعني ودبحنا. انت قلت والدنيا بقى. انا طلعت من النادي على البلد رحنا دبحنا ساعتها. دبحت. يعني انت دبحت احتفالا بتوقيعك للنادي الاهلي؟ ايوه طبعا. دي حاجه قليله يا كابتن. حاجه كبيره جدا. اللي انا عرفته انه انت ما تكلمش خالص في فلوس. الكلام ده مظبوط؟ والله ما اتكلمتش في فلوس خالص. حتى في ناس بتقول انت بتقول كده. لا يا جماعه انا ما بقولش كده. لا ده اللي انا عرفته من جوه النادي يعني. انا ما اعرفش انا. يعني في حاجات انا شايفها وقلت لحضرتك قبل كده من 4 سنين لما طلعت معاك. ايوه مظبوط. في حاجات في النادي انا باخدها يعني باخدها كحب وكبطولات وكانجازات اهم من الفلوس. المجد يعني. طبعا يعني. المجد. وانا قاعد مع حضرتك دلوقتي يعني. قاعد ليه يعني؟ لانك نجم النجوم. لانك واحد ما هو الاهلي يا كابتن اللي بيوصل اللعيبه لكده بمجهودك ولعبك وشخصيتك وتربيتك الحاجات دي كلها بتفرق فهتوصل لده. لكن لو انت مش ده عمرك ما هتوصل. والاهلي النادي الوحيد اللي يعمل فيك كده. صحيح. المدربين بقى يعني كان فايلر مشي. انت بتحب فايلر؟ طبعا جدا. جدا. عمل ايه معاك؟ اثر عليك ايه يعني؟ لا هو كان اول ما مين اول من دربك في النادي الاهلي؟ جيت انا مع لاسارتي ماتشين ومشي. لاسارتي ماشي. هو ما قعدش كتير مشي. بعد كده جه فايلر بقى. انت مع كابتن محمد يوسف ماتشين لعبت معاه وبعد كده فايلر جه. فايلر اول ما جه الحمد لله لعبت معاه على طول يعني. اساسي. كان عندي مشكله دايما كمان قبل ما اجي الاهلي اللي الناس بتقول لي بلاش تروح الاهلي. فبقول لهم ليه؟ قالوا لي عشان هناك في احمد حمدي وناصر ووليد. كابتن وليد سليمان طبعا وصالح جمعه. نعم. فقلت لهم لا انا ماليش دعوه انا الناس دي بحترمها وهم لعيبه كبار جدا. كان احنا رايحين نلعب. نعم. رايحين نشتغل رايحين انا رايح منافسه. بالظبط. انا دايما بحب المنافسه يعني. نعم. فعملت كده. فلما رحت بصراحه لا ناس محترمه جدا. كابتن وليد يعني وليد سليمان. لا ده كابتن وليد من الناس انا بعزها جدا وبحبه جدا. كل الناس بتعز وليد. لا كابتن وليد محترم يعني. شخصيه نظيفه. انا دايما بقابله يعني في الايام الاجازه بتمرن في الجيم فدايما بنتقابل انا وهو يعني. على طول برده على تواصل معاه وكده. طيب فايلر فرق معاك في ايه؟
الريتم بتاعه سريع جدا، الريتم تمرين. كل ما اجيب لعيب لعب مع فلان يقول لي الريتم تمرين لعب القدام لعب السريع ما فيش الكره ما بتقفش تقريبا. بس كابتن بره في اوروبا حضرتك بتركز، هو كان نفس الطريقه، ما تلاقيش مثلا جون بيقع بيضيع وقت، ما تلاقيش لعيب عايز الكره تطلع اوت، ما فيش الحاجات دي. لكن احنا عندنا في مصر دي بنعملها كتير قوي في مصر الشديد. فمش حلو يعني وخد بالك كابتن، هو في الاخر وفي الاول وفي الاخر انت كده كده لو ربنا كاتب لك انك تخسر او تكسب فده هيحصل. فاكر لك في ماتش ما اعرفش حارس او لاعب كان بيضيع وقت الانتاج الحربي وانت بتقول له، قلت له نفس الكلمه دي، قلت له انت لو ربنا كاتب لك انك تتعادل او تخسر هتخسر. كان ساعتها 2-2 وفي الماتش ده بعدها بثلاث اجوان كسبنا 3-2 بعدها بثواني كسبنا والحمد لله. بالظبط 2. امتى بيبقى عندك يقين انه النهارده يومي؟ يعني في ايام كده بتحس انه النهارده ربنا كده فتحها في وشي، سمعت كلمتين حلوين، خدت دعوه حلوه من امي، يعني امتى الشعور ده بيجي لك؟ لا يوم الجمعه. يوم الجمعة انا من وانا صغير وانا بحب يوم الجمعة. الله. فيمكن ربنا كتب اليوم ده اللي انا اعمل حاجة فيه حلو عشان كده. انا من وانا صغير كنت احب اليوم ده جدا لان اليوم ده حلو، كان دايما طبعا. بيبقى يوم اجازة. بنصحى بدري نلعب كورة مع اصحابي، صلاة الجمعة بتيجي كانت زمان بقى كابتن، صلاة الجمعة كنا في البلد لا متعة متعة طبعا. دلوقتي احنا عشان شغلنا والمعسكرات كتير في اغلبية الصلاة بنصلي في الجامع في المعسكر او في الفندق مع بعض يعني قليل لما بنروح الجامع دلوقتي، بحس ان احنا بنبقى دايما في المعسكرات يعني. الاول كنا دايما بنستنى يوم الجمعه عشان صلاه الجمعه في الدقيقه الجلابيه لازم لازم ده اهم حاجه يعني لما تقف البلد لحد دلوقتي في صلاه الجمعه جلابيه وصلاه العيد على طول بلبس جلابيه يعني صلاه العيد. لا في حاجات كده عندي يعني على طول ما بتتغيرش يعني. فاليوم الجمعه ده حلو بصراحه يعني، في حاجات كتير حلوه يعني. طبعا يوم الجمعه من اجمل الايام. طيب تعالى بقى نبدا القصه مع اهدافك مع النادي الاهلي، لانه لك اهداف مؤثره واهداف فارقه في تاريخ النادي الاهلي وفي تاريخك يعني، وقفشه بالتحديد يعني. نتكلم على القضيه، نتكلم على نهائي كاس مصر السنه اللي فاتت، انت نزلت ربع ساعه تقريبا صح، بتسجل وبتصنع وبتصنع وبتسجل، واهداف كثيره في النهائيات افريقيه. انا عايزك يعني تقعد كده تسترجع بالذاكره معظم هذه الاهداف واغلى الاهداف دي عند قفشه. والله يا كابتن هي يعني الاهداف دي كلها والحاجات دي كلها بتبقى توفيق من ربنا عشان انت بتتعب. نعم انا دايما انا دايما يعني دايما ده هدفي، اللي انت عشان ربنا يجديك وربنا يكرمك لازم تشتغل، لازم تتعب، لازم تسمع الكلام، لازم تبقى حاضر ونعم. نعم. يعني اقول لحضرتك على حاجه مثلا عشان الجون ده جه قدامنا ده سموحه. نعم. بص يا كابتن الجون ده احنا الماتش ده يخلص 0-0 احنا خدنا الدوري فهو ربنا سبحانه وتعالى كاتبها عشان انا تعبت عشان عملت اي حاجه حلوه فربنا دايما. فانا نزلت الماتش ده اصلا لو خلص 0-0 احنا كسبنا الدوري تمام والناس هتحتفل بكل حاجه، فربنا سبحانه وتعالى يروح مديني جون في الدقيقه 83 دقيقه 93 94 اول الماتش كان خلص بالظبط. فلا فدي حاجات يعني توفيق من ربنا ومع تعب بصراحه. يعني انا هنا القرار برده قفشه صعب، انت فزت 2 بسم الله ما شاء الله اجسام الركنه كمان اللي صعب هنا، وده طبعا انا بعتقد ان ده هدف يساوي 50% من بطوله الدوري يعني. انا كمشجع يعني، لانه الدنيا مزنقه والدنيا صعبه وماتشين ورا بعض مع بيراميدز وفرقه محترمه لها كل الاحترام طبعا. احكي لي يعني ما هو ما تستنوا يا جماعه كده نشرح جول جول، خلونا نعرف نستمتع بضيفنا شويه ممكن. استنوا يا جماعه بس ايوه كده عشان نرجع جون سموحه بقى. نرجع تعالى مثلا لا انا عايز جون بيراميدز لانه جون بيراميدز انت قلت لي سموحه، انت لو تعادلنا احنا واخدين الدوري العام بس هرجع لسموحه بعد كده. التفكير يعني امبارح حتى عجبني علي محمد علي قال لك ضربه جزاء من على ال 18 عملها بشكل كويس. التفكير نفسه مره بتشوط مره بتعملها كده مره بتعملها كده، احكي لي شويه مثلا على جون بيراميدز. يعني كنا 2-2 ساعتها مش كده، ده الهدف الثالث وبرضه تقريبا في الدقيقه 86 87 تقريبا حاجه، لان انا اصلا نزلت متاخر يعني في الماتش ده انا نزلت يعني كان فاضل 4 دقائق 6 دقائق على الدقيقه 90 يعني غير الوقت الضايع. فانا اصلا يعني الحمد لله ببقى قاعد بره جاهز ومركز يعني، ببقى مستني اي لحظه اللي انا انزل هنا فيها. بقى خلاص بص يا كابتن قبل ما الكوره تجيلي ركز فيها، لو رجعت خطوه هتلاقي ان انا عملت سكان كده عشان اشوف في مدافع جاي عليا ولا لا. جه متاخر خلاص هو ما جاش لان لعيب رقم 6 بتاع الفرقه الثانيه هرب من المكان ده فخلاص دي فضيت. فالمساك لو طلع هيسيب الفيرويد فانا هيبقى عندي حلين العب للفيرويد فانا خدت القرار بس هنا خلاص هو المساك لما يدي ظهره بيقفل على الجون. برافو عليك. هل انت احيانا بتاخد قرار تسديد بوش رجلك واحيانا تلف البليسنج دي ولا بتبقى ازاي؟
بص يا كابتن، يعني هنا لو... دي مش تسديده، لا دي مش تسديده، دي بيسموها الار 2 باين. اه ار 2 ار 2 هي لو في حد ضغط عليا اصعب على الجون الار 2، اصعب على الجون. مستحيل الجون يشوفها. مستحيل، صعب. غير بقى لو الجون اتوقع، لو اتوقع وانا حطيت له في العكسيه هتيجي جون، لكن هنا لو... كان حد ضاغط عليك. اهو بص احمد هنا سامي احمد سامي هنا بص كابتن طلع عليا. وبص بقى لما لف دي الجون مش شايفها. يعني دي الجون ما يشوفهاش، عشان كده حتى هو بص لمسها، بس هو عشان جه متاخر الشناوي. عشان كده انت هنا بتبرأ الشناوي من مسؤوليه الهدف. لا صعبه. هي صعبه عشان هو راح الناحيه الثانيه، لكن هو لو واقف في نص الجون ممكن يتحرك معاه. لا انا عايز اسال على، طبعا انا عايز اسال على قرارك، امتى بتحط ار2 وامتى بتشوط بوش رجلك، او امتى بتطير؟ يعني حسب المسافه. حسب المسافه. يعني في مسافه مثلا، يعني جون مثلا القضيه ممكن ما ينفعش العبها ببطن رجلي، مستحيله طبعا، مستحيل بطن. لكن الكره اللي على الارض تبقى المسافه قريبه، يعني جون سموحه حتى انا ركنتها ببطن رجلي عشان هي صعبه تتاخد بوش رجلي. انا لما استلمت هي بعدت، فبطن رجلي لما يتفتح بيدي مسافه. يعني بيبقى طويل شويه غير وش رجلي بتبقى كده. ادي جون. بص دي صعبه جدا، صعبه. انت كمان وسط اتنين يعني تقال وقبل ما تنزل كنت لا ملهاش حل. انا شفت جوان كتير للكابتن خطيب كان صح. وانت باين قلت له الجون ده ماركه كابتن خطيب. يعني فهي صعبه جدا عشان الجون كمان وقف. فالطريقه بتاع بطن رجلي بتبقى صعبه. الحمد لله انا بتمرن عليها دايما. يعني انت بتمرن نفسك؟ لا الحاجات دي على طول بتمرن عليها وبعملها كتير جدا حتى لو مش هتيجي. قفشه حصل في يوم ازمه خفيفه كده او تقيله زي ما انت عايز تقول مع الجمهور، خدت شويه مع تألقك واحرازك الاهداف، وبعدين الجماهير رجعت تنادي تاني على قفشه، امتى حسيت ان المصالحه حصلت وانت اصلا عاشق ليهم؟ كان السبب ايه في المشكله، والمصالحه من وجهه نظرك حصلت ازاي؟ والله يا كابتن يعني هو وارد، وانت لعيب كوره دايما وحضرتك لعبت يعني وعارف، هتلاقي دايما في وقت الناس بتتكلم عليك مش احسن حاجه، الناس مش راضيه عن ادائك، ده طبيعي. بس المهم انك لما تسمع ده، او لو انت سمعت ده او ما سمعتوش ما ياثرش عليك. حلو. فانا دي وجهه نظري، يعني دي وجهه نظري حتى لو ليا انا مش لحد تاني، ان الجماهير لما ينتقدك ولا اكنك سامع خالص، لا ما ينفعش تحترم هذا الانتقاد. اصل انت ما هم في نفس الوقت هم الناس اللي هتشجعك، هم الناس اللي هيحيوك. هم فهي دي الكوره، انت شويه بتبقى كويس شويه لا، الجماهير شويه عايزينك كويس شويه انت مش، فده طبيعي. فانا لما حد بينتقدني انا ما عنديش اي مشكله خالص، ما بتزعلش. لا عمري عمري انا ازعل لو انت انتقدت في حته ثانيه خالص. جرحت. لكن انتقدتني في كوره وملعب وماتش لا ما عنديش مشكله، لكن اي حاجه تانية لا مستحيل. انا ضد اصلا ان اي حد يرد على جماهير او اي حد. لا طبعا مش صح. شفنا جاردولا امبارح يا كابتن، يعني بص ده مدرب اعظم مدرب في تاريخ الكوره تقريبا، يعني هو انشيلوتي. فبص عمل في نفسه ايه، عشان هو مجنون كوره. هو مدرب طبعًا كبير طبعا، مش عايز. فلا فالجماهير قال حتى لما بيسالوه على الجماهير بيصفر عن الفرقه، قال لك الجماهير حقه انه يصفر عن الفرقه طبعًا، عشان الفرقه مش في افضل حالاتها. فهو ده طبيعي، طول ما انت مش في افضل في حالاتك هتلاقي انتقادات. اذا انت ما ينفعش تغضب من جمهور. لا طبعا لا. حتى لو انا زعلان جوايا مش هرد عليهم بحاجه. ساعات بتزعل. لا انا بزعل. بتزعل. لا ده حقي ولازم ازعل، عشان لو ما زعلتش يبقى انا مش مسؤول. لازم ازعل عشان ده جون في امبي. ده جون في امبي. ما هو ده بقى الجون اللي انا بعديها رحت رايح للجماهير. ده اللي صالحت فيه الجمهور. وقلت لهم التيشيرت على دماغي. طبعا. كده بس ياسر كان هيجيبك براوليه. بس عايز اقول لحضرتك على حاجه، شفت الجون ده؟ انا ما كنتش عارف الجماهير جاي عليا ليه ولا بينتقدني ليه. ما رضيتش تروح تشجعهم باين بعد هدف اسيست انت عملته وحاجه كده مش عارف. كان في ماتش انت عملت، فانا عملت دي عشان حسيت ان هم زعلانين، ان في زعل عليا. فقلت لا وضحيت بالانذار. مش لا مش مهم انذار، بس هم ما يزعلوش. هنا بس واضح يا قفشه انك عاملها من قلبك. لا طبعا يا كابتن، كل حاجه قدام النادي او في نادي الاهلي انا بعملها بحب وبقلب، يعني ما عنديش فيها. لو مش عاملها بقلبي بعد كده هبان ان انا مش. ده صحيح. اول لقاء مع الكابتن خطيب في النادي الاهلي، احكي لي شويه. انا اول مره، انا ما قابلتش الكابتن لما رحت النادي، قابلته بعد فتره. انت بتتكلم جد؟ لان انا يعني في كتير قوي لما بيجي نجم ولاعيب كويس فتلاقي رئيس النادي رايح عشان ياخد الصوره والحاجات. ده ما حصلش خالص؟ لا ما حصلش، لان احنا انا اول ما جيت كنا في الاوضه القديمه. ايوه حضرتك عارف دلوقتي احنا في مكان الحمد لله انا جيت وكل الخير جه. الحمد لله. فاول ما جينا كنا في الاوضه القديمه اللي هي الصغيره دي والجيم وبتاع، فالكابتن ساعتها ما كانش بيجي. فانا اول يوم شفته فيها بعد 10 ايام لما نقلنا الاوضه الجديده. حلو. لما رحنا بقى الاوضه سلمت عليه وهو سلم عليا. قال لك ايه بقى؟ قال لي منور النادي وربنا يكرمك ان شاء الله. بس
ماشي. هم دول الكلمتين. لا الكابتن انت عارف حضرتك الكابتن ما بيتكلمش كتير يعني. كلامه قليل. ما قل ودل. بس. ما انت ما يعني ما هو برضه الخطيب بتبقى انت عايز تتكلم معاه عايز ما تحكي معاه برضه شويه. الوقت ده كان في ناس كتير عشان الاحتفاليه بالاوضه الجديده والحاجات دي فمعرفتش. لكن انا دايما بتكلم مع الكابتن يعني. يعني اخر ماتش بتاع السوبر اللي كسبناه في الامارات كنت قاعد انا والكابتن والكابتن محمد رمضان بنضحك ونهزر. فلا انا بحب الكابتن ودايما بقعد معاه، انا اللي بروح له اسلم عليه واقعد معاه عشان احب اتكلم معاه طبعا. بيفرق معاكم في الرحلات كابتن خطيب؟ انا بحب الكابتن يبقى موجود معانا. بتحبه؟ طبعا انا بحب ليه؟ الكابتن، بحب ابقى مبسوط له يعني، بشوفه جدا لما بيجي يقعد في التمرين مثلا. احب اللي هو يقعد يتفرج علينا، دي حاجه كبيره جدا اصلا يعني. ما الكابتن محمود الخطيب يبقى قاعد بيتفرج علينا في التمرين ده بيديك دفعه، دي حاجات بتحمسك. ده صحيح. فكل الحاجات دي كويسه. مشي فايلر وانت بتحب فايلر، وجي موسيماني مدرب الريتم رحل وجاء مدرب التكتيك. انا صح. بتكلم صح كده؟ صح. احكي لي. ده البابا ده. البابا. ده يعني موسيماني كان البابا بالنسبه لك. هو كان بيقول لي انت بالنسبه لي ميسي الفريق. ميسي الفريق. يعني هو في مره جاب دكتور محمد وفائي وخلاه يترجم لي. قال لي قول لي القفشه لو انت فايق وانت كده انت بالنسبه لي زي ميسي في برشلونه. والله العظيم. والله حصل ده منه. فلا انا علاقتي بيه قويه جدا، وهو مدرب كبير وصاحب فضل كبير عليا، وانا فاكر له قعده معايا مش هنساها. قبل كنا بنلعب بيراميدز قبل ماتش الوداد اللي قبل النهائي اللي هو بتاع البطوله التاسعه. فاحنا لعبنا تعادلنا 0-0 في استاد القاهره، واتطرد مننا عمرو السوليه قبل الشوط الاول يعني. فلعبنا ناقصين واحد، فجت لنا بيلي ان شطها ومهدي سليمان صدها. فرايحين نلعب قبل النهائي والوداد وبتاع. فالسوشيال ميديا والاعلام قفشه 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 قفشه. ولا لقيته هو جاي تاني يوم. استغربت بصراحه يا كابتن. انا ما عنديش فيسبوك، ما بشوفش يعني الحاجات دي. في واحد عامل لي صفحه بس عشان ما حدش يعمل حاجه باسمي يعمل مشكله وكده بس. فالمهم رحت جاي قعدت معاه واستغربت، قال لي انت امبارح احسن لاعب في الماتش وانت مضيع البنات وانت مضيع البنات وانت الماتش الجاي بتاع الوداد انت اول واحد هتلعب في التشكيل وانت اللي هتكسبني. ياه. والله العظيم قال لي ما تسمعش اي حاجه وانت ماشي كويس جدا. فدي حاجه من الحاجات اللي مطلوبه من طبعاً. المدرب للعيب نفسيا على الاقل قناعات. طبعا حتى لو انت متاثر اكتر واحد يطلعك. بس كابتن لعيب الكوره من غير المدرب عمره ما يعمل حاجه. ده صحيح. اكتر واحد يهيئك ويخليك جامد مدرب. ويخليك كويس جدا هو المدرب طبعا. هو المدرب. لكن لو المدرب بعيد عنك انت لازم يبقى عندك شخصيه، لان ده وارد. طبعا ده وارد. طبعا وارد. قناعات وما يعني بالزبط. ما تزعلش، بس انت فيك ميزه انك دؤوب وبتقاتل وبتحارب وبتثبت نفسك حتى لو المدرب شويه ما عندوش قناعات. ما هو اصل ده وارد يا كابتن يحصل يعني. مش كل الناس هتيجي تبقى مقتنعه بيا، ومش كل الناس هتيجي عايزه قال انا لازم العب اساسي، ومش كل لكن مهم جدا انك تبقى عارف انت بتعمل ايه وايه اللي ناقصك وتشتغل عليه. وفي الوقت اللي انت اصلا ما بتلعبش فيه ده اكتر وقت لازم تدوس وتشتغل فيه وتتعب فيه. اللي انت ما بتلعبش فيه. طبعا لازم تلتزم جدا، لازم تبقى اول واحد موجود في كل حاجه. حاضر ونعم. اي حد يقول لك حاجه برضه هقولها يا كابتن، مش مهم واحد كبير. ممكن يبقى لعيب صغير فاهم وكويس وعنده شخصيه يديك معلومه كويسه. وده بيحصل. انا ما عنديش مشكله ان انا اقول لحضرتك مثلا كوكا مثلا. مستفى ابن حضرتك. مصطفى شوبير. كلهم اصغر مني. نعم. بس عادي لو واحد فيهم جه اداني كلمه اسال لهم لازم اسمعهم. لازم تسمع. طبعا لو هم هيفيدوني بحاجه ده مهم جدا ان انا اتعلم او اسمع منهم، ده مهم. الكره دي قبل نهايه المباراه كنا في الدقيقه كام؟ 85 وشويه مش كده؟ 45. هي دي كانت سبب السعد ووش السعد على قفشه في كل حاجه. ودي اللي اسعدت جماهير النادي الاهلي يعني من ساعه القضيه لحد النهارده وهتسعدهم على طول. عشان كده قفشه محتفظ بيها وجبناها لاول مره بس تظهر قدامكم عشان تبقى حاجه جميله. والكره اللي في ايدي دي هي اللي جابت الكاس ده. بص كده معايا قفشه على الكاس اللي عنده. الكره دي، الرجل دي، الراجل ده، الكاس ده، كل دول كده مرتبطين ببعض. وده عشان الراجل ده جميل يعني. عاملين لك مفاجاه النهارده هنوريها لك وبعدين نطلع فاصل. في واحد شبه هنا. بص يا عم، بص يا عم. السلام عليكم جميعا، مساء الفل جميعا. كله شاور، كله شاور، كله شاور، كله شاور، كله شاور. ايوه كده تمام التمام 100 100. بص احنا اول مره نعملها يا قفشه. دول مجموعه من النشطاء على تويتر وعلى الفيسبوك ومتابعي البرنامج. ففي ناس هتبقى معاك هتسال، وفي ناس هتتفرج، في ناس تبقى موجوده. لكنها احنا سميناها عيله الاهلي. منورين يا عيله الاهلي.
مساء الفل على احلى عيال، عايز تمسي عليهم؟ طبعا اقول لهم الناس كلها محترمه وعلى دماغي ومبسوط اللي انتم معايا، ويا رب دايما تبقوا مبسوطين. والراجل اللي اول واحد فوق على يمين انا ده راجل محترم، ده دايما في الماتشات ودايما بيتكلم معايا كويس ودايما بيساندني. ناس والله تانية طبعا محترمه، وراجل ابو تيشيرت ازرق ده شبهي شويه. بس لما كبرت شويه اهو ما شاء الله. طيب ما فيش حد مش شبهك تاني؟ انا فيش حد شبهي؟ لا ما فيش، ما فيش حد شبهي. مساء الفل عليكم جميعا يا اجمل عيله، عيله الاهلي. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل سهرتنا الممتعه مع نجمنا اللي منورنا محمد مجدي قفشه.